تعكف وزارة الطاقة على إعداد استراتيجية جديدة بعيدة المدى لقطاع الطاقة تمتد حتى عام 2030. وأكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي خلال جلسة حوارية مع جمعية إدامة أن توليد الكهرباء العام المقبل سيعتمد بنسبة 16% على الطاقة المتجددة، وينخفض الاعتماد على الغاز بنسبة 84%. وبيّنت زواتي أن الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء سيرتفع لاحقاً إلى 22%. وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي خلال الجلسة بأنه لا يوجد فرق بين كلفة استيراد الغاز الإسرائيلي والغاز المصري لارتباط أسعارهما بأسعار برنت العالمية. تكلفة الغاز من مصر وتكلفة غاز نوبل مرتبطة بأسعار برنت، يعني أنا كتير تغلبت قد ما أقول فيش حدا ببيع غاز بالعالم بفيكست كوست، ما بيقدروا يقولوا لنا اليوم $5 أو $8، ما بيقدروا. لو إن بدينا بأول السنة بعقد مثل هذا العقد فيكست مع أي محل في العالم بيكونوا هلأ بعضوا أصابعهم ندم. ليه؟ لأنه بدينا بسعر برنت بأول السنة بالخمسينات، اليوم $85. فهو عالمياً، وبترجاكم روحوا شوفوا كيف يسعر الغاز في العالم. إمتى رح يبلش ضخ غاز نوبل حسب الاتفاقية؟ بال2020. من جهة أخرى، أكدت زواتي أن هيئة الطاقة الذرية ستدرس إنشاء محطات نووية صغيرة بعد إلغاء المحطة الكبيرة، وبحال أثبتت جدواها سيتخذ القرار بشأنها. في دراسات ستبدأ، لم تبدأ بعد، على موضوع المفاعلات الصغيرة، والدراسة بدها تقولنا في جدوى ولا ما في جدوى. اليوم السين تغير، اليوم ما عدنا زي ما كنا قبل 10 سنين ما عندنا طاقة محلية، معتمدين كومبليتلي على الخارج. إذا بنحكي بسنة 2013 و14 كان حق الكيلووات أور واصل للناس 17 قرش، هذا الحكي ما عاد موجود، وانتو شفتوا الجولة الثالثة من الشمسي كيف إنها قدرنا نحصل قرش وسبع فلوس على الكيلووات ساعة. فهل في زبل بالنسبة إلنا النووي؟ الدنيا تغيرت، لازم نشوف هذه الفيزابيليتي وأكوردنجلي يتخذ القرار.